أحمد عصيد كاتب شاعر ناشط حقوقي وأستاذ فلسفة. الناس اللي كيقولوا بأن الحرية والنقاش في الحرية حاجة ثانوية ولا زايدة ما كيفهموش بأن جوهر الإنسان هو الحرية، وأن أي حاجة كتعلق بالإنسان بحال التنمية، بحال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، بحال السكن، بحال اللباس، هذيك الأمور كلها اللي الناس كيعتبروها جوهرية لا تساوي شيئا بلا حرية. وقتاش كيفهموا الناس هذا الإشكال؟ لما كيتعطى لهم الخبز والسكن واللباس وكتسلب منهم الحرية، هنا كيحسوا أن ما عندهم قيمة وكيولي النضال ديالهم كله من أجل الحرية. إذن أنا كنعتبر أن النقاش على الحرية هو نقاش جوهري، هو في الصميم ديال المشروع الديمقراطي المغربي، لأنه لا ديمقراطية بدون حريات. وراكم كتشوفوا أن شكون اللي كيحاول يغطي على الحريات في المشروع الديمقراطي هما التيار المحافظ أو السلطة، اللي هما بزوج المصلحة ديالهم ما كايناش في الحريات، بينما الباب المؤدي للانتقال للديمقراطية هو احترام الحريات الفردية والجماعية. هو مبدئيا الحرية ماشي شي حاجة اللي كتعطى، هي شي حاجة اللي كتخاذ كتنتزع باش بالتضحيات وبالنضال. ولكن اللي كيجعل في المغرب أن السلطة كتعمل واحد القرار من الفوق وكتقرر تغير بعض القوانين لصالح الحريات وغير ذلك، هو السياسات السابقة ديال الدولة اللي خلقت لنا مجتمع غو تراديسيوناليزي، واحد المجتمع اللي عاود تخلق الطابع التقليداني ديالو. بمعنى السلطة بنفسها اللي اليوم كتبغي تعطي الحريات هي اللي مسؤولة على أنها خلقت واحد العقلية مضادة للحريات في المجتمع. لأن الاستبداد شنو كيعمل؟ الاستبداد لما كيطول الزمن ديالو كيدوز واحد المدة ديال سنوات ولا قرون، شنو كيولي؟ كيولي ثقافة ديال المجتمع، كيولي ذهنية، كيتحول لواحد العدد ديال القواعد انتيريوريزي، بمعنى مستبطنة لداخل ديال الإنسان، وكتولي كتخدم من داخل الأفراد. كيولي الفرد براسه هو اللي كيدير لاسونسور، وكيولي المجتمع والأسرة هما اللي كيديروا لاسونسور لرسهم، ما كيبقاوش يحتاجوا للسلطة اللي تقمعهم. هنا لما السلطة كيوقع عليها ضغط بالخصوص من القوى الديمقراطية أو من خارج البلد، كتضطر أنها تدخل باش تعمل بعض القرارات اللي هي في الحقيقة ما كتنفعش كثير إلا ما تبعتهاش واحد التعبئة أو واحد التوعية لتغيير العقليات. لأن اللي خص تدير السلطة ماشي تعدل القوانين، خص تغير النظام التربوي وتحرر الإعلام باش تبدل العقلية ديال الناس. وهنا غادي يوليو القرارات ديال الدولة في القوانين مفهومة، ملي كتعدل القانون كيفهموا المجتمع. دابا حنا شنو وقع لنا؟ السلطة كتعدل القانون، المجتمع ما كيفهمش ذاك القانون كيولي كيضاده. بحال مثلا عدلنا مدونة الأسرة، كتمشي للمحاكم كتلقى لا القاضي ولا واحد العدد ديال الناس كيعملوا مجهود كبير باش يضادوا هذيك المدونة، لأن بدلنا القانون وما غيرناش العقلية ديال الناس، والعقلية ديال الناس كتغير بالتربية والتأطير. التأطير ديال القضاة في حقوق الإنسان، والتأطير كذلك ديال المدرسين، التأطير ديال كل يعني الأطر ديال الدولة يتأطروا في المنظومة ديال حقوق الإنسان باش يعرفوا أنهم كيتعاملوا مع بشر ويعرفوا قيمة الإنسان. ولهذا المعضلة الكبيرة بالنسبة لي شخصيا اللي عندنا في المغرب هو أننا خلقنا في المجتمع عقلية مضادة وممانعة ضد الانتقال نحو الديمقراطية، ثم جينا من بعد وكنوضعوا قوانين كتبان غريبة على المجتمع. إذن قدمنا واحد العمل كثير اللي هو الرقي بالوعي المواطن. الوعي المواطن خصنا نرقاو به لواحد المستوى باش يولي القانون المتقدم كيواكب تقدم الوعي. حنا دابا عندنا نقص في الوعي وعندنا تقدم في القوانين، وهذا الشيء ما كينفعش. هو التربية الجنسية موضوع حساس في المجتمعات ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط، لانه من الطابوهات اللي خلقها التدين، نمط التدين ديال المجتمع، وكذلك
اعتناق الدولة لدين معين والرقابة ديالو والقمع ديال الناس باستعماله إلى غير ذلك، يعني هاد الخلط بين الدين والدولة خلق واحد العدد ديال لي طابو، ومن بين هاد لي طابو موضوع الجنس. علاش؟ لأن موضوع الجنس ولا كيحتكروا المجال الديني، كيتكلم فيه الفقيه. علاش كيتكلم فيه الفقيه؟ لأنه كيعتقد أن بوحدو اللي عنده الترخيص الشرعي باش يهضر في الجنس، لأنه كيهضر عليه في الإطار الشرعي اللي هو الزواج، ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية. واعتقدوا الناس أن هذا هو الجنس. من بعد شنو اكتشفوا الناس؟ اكتشفوا أن غالبية الممارسة الجنسية لا علاقة لها بالمؤسسة ولا علاقة لها بالشرعيات، وإنما هي كاينة في الحياة اللي هي أوسع بكثير من أي نص وأوسع بكثير من أي نمط ديال التدين. هنا تطرح واحد المشكل كبير، وهو المجتمع وقع له ارتباك أنه ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج مشاعة، ولكن في نفس الوقت الكلام خصو يكون فقط على مؤسسة الزواج. هذا معنى أننا دفعنا بالغالبية ديال القضايا اللي كنعيشوا خارج النقاش، وخلينا في النقاش العمومي فقط داك الشيء اللي قليل او اللي يعني معطيه له واحد النوع من الترخيص، يعني من الجانب الديني او من الدوله. فلقينا راسنا في النهايه في واحد التناقض خطير، اللي هو كنتكلموا على داك الشيء اللي ما كنعيشوش، وكنسكتوا على داك الشيء اللي كنعيشوه، وتخلقت واحد العقليه ديال النفاق كبيره في المجتمع. ولا اللي كيتكلم في داك الشيء اللي كيعملوه الناس، هادوك الناس بنفسهم كيهاجموه، لان ما باغينش اللي ناقش ليهم تفاصيل حياتهم اللي هي دي طابو. ولهذا كيهاجموا عليك الناس الا طرحتي موضوع الجنس. وانا كنذكر هنا، وهاد الواقعه لابد ما نذكرها لانها مهمه جدا، الوزير الاسبق ديال التعليم السي عبد الله سعف عمل واحد الخطوه مهمه من اجل البدايه ديال التربيه الجنسيه في المغرب، وشرى واحد لونسيكلوبيدي ديال التربيه الجنسيه وفرقها على لي بيبليوتيك ديال المدارس، وكانت هذه اول مره كتوقع في الدوله المغربيه. كيقوم واحد التيار ديني في البلاد كيعمل واحد الحمله كبيره ديال ان الوزير ينشر الفاحشه، فنط السلطه وجمعات هذوك لي زونسيكلوبيدي عاود حيد زولتهم ثاني من المكتبات، وخلات الناس في الجهل ديالهم. الوزير ما كانش باغي ينشر الفاحشه، الوزير لاحظ بان هناك واحد العطب كبير في الشخصية ديال المتمدرسين بسبب الطابوهات، ومن بين هاد الطابوهات الطابو الجنسي. واليوم كنأديو الثمن ديال هاد الخطأ، ديال أنه ما عملناش تربية جنسية في المدارس. شنو هو هاد الخطأ؟ هو الاغتصاب للأطفال. الاغتصاب للأطفال عنده علاقة وطيدة بانعدام التربية الجنسية، لأن الطفل يساق من طرف كضحية وهو ما عارفش شنو غيتعمل به، لأن ما كيعرفش قضايا الجسد، ما كيعرفش العلاقة بين الأفراد، ما كيعرفش شنو اللي طبيعي فيها وشنو اللي مشبوه. والتربية الجنسية اللي كتعطيه هذه الإمكانية. إذن بالنسبة لنا كنعتقد بأن التربية الجنسية هي من الضروريات ما دام هناك جنس. وهنا غنعطي واحد المثال. في مدرسة جاء طبيب في حملة ضد الصيدة، جات فريق الاطباء كيوعيو التلاميذ بضروره استعمال العازل الطبي واستعمال كذا، فنط واحد التلميذه محجبه وقالت لهم هذا نشر للفاحشه. فقال لها الطبيب الا انت ما عندكش ممارسه جنسيه، حنا كنهضروا مع التلاميذ، واش انت كتضمني ان هاد التلاميذ ما عندهمش ممارسه جنسيه؟ اذا بما انك ما تقدريش تنوبي عليهم وتتكلمي عليهم، فخصك تلتزمي معنا يعني اهميه هذه الحمله باش الناس يحميوا انفسهم. بما انك ما تقدريش تدخلي في حياه الناس باش تجعلهم يعيشوا بحالك او نمط حياه بحال ديالك، فاذا حنا كنقوموا بدورنا كاطباء، وهو كنتكلموا في المجال الجنسي طبيا. اذا حتى في الطب ولاو لي طابو، ولاو الناس كيشعروا بالحرج ان طبيب يهضر في الجنس، لان في الذهنيه ديالهم اللي كيهضر في الجنس هو الفقيه. وكاين جوج ديال العوامل اللي كتجعل ان المغرب متخلف عن تونس في النقاش، لا في قضايا المساواه ولا في قضايا الجنس. في المغرب كاين ربط الدين بالدوله بطريقه
تقليدانيه نوعا ما وهذا امر مخالف لتونس، كاين مؤسسه ديال اماره المؤمنين في المغرب، وكتجعل هذه المؤسسه ان الدوله كتلعب على الحبلين، انها في نفس الوقت كتبغي دير شويه ديال التحديث، ولكن في نفس الوقت كتبغي تفرانيه في حدود معينه وفي يعني دي ليني روج او خطوط حمراء معينه اللي كتعملها باستعمال الدين. علاش؟ لان منين السلطه كتستعمل الدين باش توقف النقاش في واحد الحد، المجتمع كيستجب، ولكن الا جات توقف النقاش بطريقه سلطويه غادي تبان انها قمعيه، بينما باستعمال الدين كتبان كما لو ان المجتمع هو الذي يريد ان يقف الامر عند ذلك الحد. اذا هذه اللعبه ديال السلطه في بلادنا اللي كتستعمل الدين بطريقه يعني اللي هي للاسف معرقله للتطور الديمقراطي في بلادنا، هو اللي جعلنا متخلفين على تونس. السبب الثاني هو الطريقه باش السلطه اطرات وخلقات تيار المحافظ، لانه ابتداء من 79 كيف كتعرفوا السلطه دخلت الاخوانيه، دخلت الوهابيه باش تواجه اليسار وتواجه كذلك المد الشيعي ديال الخميني. النتيجه ديال هذا يعني العمليه السلبيه جدا هو انه خلقنا مجتمع اخر محافظ اكثر وتقليداني اكثر، وفي نفس الوقت مكننا التيار المحافظ في المجتمع باش يوقف نوعا ما المد التقدمي اليساري والتقدمي الحداثي اللي كان كينتشر في الجامعات وكان كينتشر في المدارس وكان غادي حتى عن طريق الفن وعن طريق واحد العدد ديال القنوات ديال الاتصال بين النخب والمجتمع. فسدت واحد العدد القنوات او ضيقت وتحلات قنوات اخرى اللي هي كتنشر الكثير من الجهل وكتنشر الكثير من يعني الأمية الثقافية لا في التاريخ ولا في العلوم الإنسانية لغير ذلك. مثلا لما الحسن الثاني فتح شعبة ديال الدراسات الإسلامية وسد شعبة الفلسفة، الشعبة اللي سد كانت مهمة جدا بالنسبة لبناء المواطن اللي عنده حس نقدي. الشعبة اللي فتح كتخلق القطيع، كتخلق الجماعات ديال الناس اللي هي كتعيش في الوهم ديال الماضي وكتعتقد بأن التمايز بين البشر يمكن يكون بالعقيدة، وهذا بطبيعة الحال غير ممكن. احنا خصنا نشوف اتجاه أن البشر كلهم تساوي، ما غاديش يمكن تميز بين الناس باللون أو بالجنس أو بالنسب العائلي أو بالعقيدة أو باللسان. فهاد الزوج الأسباب، إذا طبيعة النظام السياسي اللي كيستعمل الدين بطريقة تقليدانية، التيارات المحافظة في المجتمع والطريقة باش تسمح لها باش تشتغل في الكليات والمنابر الإعلامية وفي المجتمع، هاد جوج الأسباب جعلونا متأخرين في فتح الطابوهات، يعني كسر الطابوهات والفتح ديالها للنقاش جعلونا متأخرين. في تونس كانت هناك مرحلة ديال الراحل محمد الشرفي اللي كان وزير ديال التربية الوطنية في تونس، واستعان مع بيداغوجي مهم اللي هو المنصف بن عبد الجليل، وعملوا في ظرف 6 سنوات فقط عملوا واحد التحديث كبير جدا ديال النظام التربوي، واشتغلوا على المادة الدينية وعملوا لها الملائمة مع حاجات التحديث لي بيزوان دو 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 لا مودرنيزاسيون. فهذا هو اللي جعل ان النتائج اللي تكلمتوا عليها اللي هي انه المساواة مشات مزيان لدرجة أن رئيس الجمهورية اللي هو قايد السبسي الراحل عمل قانون ديال المساواة في الإرث، وهذا كان من الطابوهات الكبيرة، والآن يناقش الجنس بحرية أكبر. فاحنا عندنا هذا الآن السلطة كتشعر بالخطر ديال التيار المحافظ اللي أصبح كيهددها في 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 داخل المؤسسات نفسها وفي الشارع، وكيهددها أيضا أمنيا بوجود الخلايا اللي كتفكك إلى غير ذلك. ف لازم على السلطة أنها تراجع البرنامج ديالها السابق وتحاول تحقق توازن على مستوى العقل المغربي وعلى مستوى الوعي الوطني والمواطن ديال المغاربة، باش نردوا التوازن المفقود بين ما هو تقليداني روحي ديني وبين الحاجات الأساسية ديال بناء دولة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان. من جانب آخر، السلطة لما كتكون ما حاسماش الاختيار الديمقراطي وكتكون مترددة ومرتبكة، كتستعمل كل الأشياء التقليدانية باش تحافظ على الوضع كما هو، لأن هنا كينفعها.
مثلا الجنس، الا تم كسر الطابو الجنسي ولاو الناس كيناقشوا الجنس، هذا معناه انه غادي يناقشوا اشياء اخرى كثيره، غادي يهرسوا طابوهات اخرى. السلطه ماشي في صالحها، لان اعتبار الجنس طابو يعني الحفاظ على الاسره التقليديه. الحفاظ على الاسره التقليديه هو حفاظ على علاقات العبد والسيد، وعلى علاقات الخضوع اللي السلطه باغاها في المجتمع. اذا السلطه ما باغاش تتغامر وتخلق مجتمع اللي غيحاسبها او غيتحاسب معها. يعني تقريبا نقول لك في كل بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط السلطه كتهرب من المحاسبه، وكل ما سيؤدي الى المحاسبه حتى الاقتصاديه في الثروات وفي استغلال الثروه وكذا، فهي كتقوم بقطع الطريق عليه، ولهذا كتخلي لي طابو باش كترعى بهم الواقع كما هو باش ما يتغيرش. هو اللي كان طبيعي ما بين 1999 و2003 هو أننا نخرج من التقليدانية في اتجاه تحديث وحقوق الإنسان، وهذا كان كتبشر به خطب ملكية في الملك محمد السادس، كان كيستعمل عبارة المجتمع الحداثي الديمقراطي، استعملها ما بين 99 و2003، وقلنا بأن ربما هذا مؤشر إيجابي ديال أننا غادي نخرجوا من ديك القوقعة ديال الملك الراحل الحسن الثاني وغندخلوا في آفاق أخرى. لكن مع الأحداث الإرهابية ديال الدار البيضاء في 2003 بدأت السلطة عوض ما تتكلم على التحديث وعلى المواطنة وعلى الديمقراطة وعلى كسر الطابوات، أصبحنا كنتكلموا على إعادة هيكلة الحقل الديني ومحاولة تلجيم أو تحجيم الإخوانية والوهابية باستعمال الزوايا والطرقية المغربية والروحانيات الصوفية ديال المغاربة اللي هي أيضا ثقافة متجذرة وعريقة في المغرب. لكن السلطة نسات بأن السنوات الكثيرة اللي كتفصل ما بين 79 حتى 2003 تم فيها اختراق المؤسسات الدينية من طرف التيار الإخواني والسلفي. الآن المجالس العلمية عندنا مخترقة بنسبة 70%، وهذا تقرير نشر في الصفحة الأولى ديال الجريدة المغربية أنها مخترقة بنسبة 70% من طرف التيار المتشدد. فحتى لما السلطة كتبغي تغير واحد النهج بآخر كتصطدم بالنتائج الخدمة ديالها السابقة، يعني كتجني الثمار ديال داك الشيء اللي عملته في السابق. وإلى الآن وحنا في 2020 ما زالت السلطة تصارع يعني نتائج العمل ديالها في الحقل الديني، بحيث ان عندنا واحد العدد ديال المجالس العلميه اللي فيها يعني حتى المجلس العلمي الاعلى بنفسه مخترق، وخلقوا لنا مشاكل في المغرب. بحال لما السلطه بغات باش تبت في موضوع حريه المعتقد قالوا لها من بدل دينه فاقتلوه في 2013، والسلطه كانت ملزمه باش تتجاهل الرأي ديال المجلس العلمي الأعلى اللي هو مخترق، وباش تبنى اون ريزوليسيون واحد القرار أممي في جنيف حول حرية المعتقد وقعته في مارس 2014. وأنا كنعتبر أن هذه خطوة مهمة جدا، لأن على الأقل في إطار التذبذب وداك سيرواجي ديال السلطة، هذا بعدا واحد القرار واضح. النتيجة ديالو هو أنه من 2014 الآن واحد العدد المحاكمات كنا كنعانيو منها كحقوقيين ديال الشباب اللي كيتبنى المسيحيه او البهائيه او كذا، ما بقاتش هذيك المحاكمات. يعني داك كتشد شاب وكتجرجرو بتهمه زعزعه عقيده مسلم وكذا، هذاك الشيء الان تراجع بنسبه كبيره منذ 2014. اذا السلطه عملت خطوه، ولكن انا بالنسبه لي راه الخطوه اللي كديرها الدوله بشكل ايجابي في الاتجاه ديال ترسيخ الحريات وخاصه ام الحريات اللي هي حريه المعتقد، راه ما غيعطيش الثمار ديالو بدون تحسيس وتوعيه ديال الشعب. الا بدلنا شي حاجه في قرارات الدوله وما درناش واحد الحمله كبيره ديال التعبئه وديال التحسيس، راه بحال الا كنكبوا الماء في الرمله. لان التيار الاخر المضاد للدوله والمضاد للتيار الديمقراطي كيخدم يوميا في التحسيس والتعبئه، عنده الجوامع، عنده واحد 50,000 مسجد او اكثر، عنده واحد العدد ديال المدارس القرانيه بالالاف، المدارس السلفيه بطريقه الوهابيه تدارت في المغرب وكانت مموله تمويل جيد.
قبل ما تقلب الآن السعودية وتتخذ نهج آخر. عندهم أيضا إذاعات، لإذاعات خاصة اللي اخترقوها، عندهم حتى الإذاعة الرسمية اللي أحيانا كيخترقوها ببعض المواقف يعني السلبية جدا اللي هي متشددة. فإلا كان هذا الطيار عنده دعاية يومية لا داخل مؤسسة الدولة ولا خارجها، فالدولة ما كديرش مجهود اللي هي صاحبة الإمكانيات الحقيقية باش تواجه هذا التيار من خلال تغيير العقليات. هذا الشيء علاش لما كان أسأل دائما من طرف الإعلاميين على القضية الخلايا وتفكيك الخلايا، كنقول راه الأجهزة الأمنية تعيا ما تفكك في الخلايا غتبقى ديما، لأن التفكيك الحقيقي خصو يوقع هنا، خصو يوقع في الفكر. ينبغي تفكيك المنظومة السلفية الإرهابية في أذهان الناس والأئمة والخطباء إلى غير ذلك، لأنهم جيوش باش ما تبقاش يتشكل عندنا الخلايا. أما ما دمنا ما فككناش المنظومة فكريا وثقافيا وفي الداخل ديال الناس، الخلايا غادي تبقى. ولهذا حرية المعتقد في المغرب هي في البين بين. حرية المعتقد هي بحال واحد القرار موقوف التنفيذ، وموقف التنفيذ بالخصوص في عقلية الناس وأذانهم. إلا خديتي مغربي كتكلم معاه في وسط الحشد وقلت له حرية المعتقد، غادي يقول لك السيدي حنا ما كنقبلوش أن شي واحد يغادر الإسلام، واللي غادر الإسلام خصنا نقتلوه وكذا. ولكن ملي كتعزلو بوحدو وكتخاطب العقل الفردي ديالو وكتقول له هانت القرآن راه كيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وراه ماشي منطقي أنك تجعل الإيمان قسري، إيمان ديال بزز، راه الإيمان ديال بزز ماشي إيمان، راه نفاق. غادي يقول لك هذا الشيء معقول، هذا كلام معقول فعلا، سيدي الدين ما خصوش يكون نهائيا بزز، وكيتقبل حرية المعتقد. ما معنى هذا؟ معناه أن اللي خصنا هو التأطير والتحسيس ديال الناس والتعبئة ديالهم، وهذا العمل فيه تقصير. المجتمع المدني اللي كيعمل هذا العمل إمكانياته محدودة، وكيبقى كيشتغل في حدود ما يمكنش له يتجاوزها، وكيبقى العمل ديال الدولة مطلوب جدا وما كيتمش بالشكل المناسب. الممارسة ديال الحريات الفردية في المغرب هي ممارسة مشاعة وموجودة في الواقع. الناس اللي كيبغي يشرب الشراب كيمشي للبار وكيشرب، او كيمشي للريستوران وكيشرب، اللي كيشري الشراب كيمشي كيتقداه وكيشريه، ما عندوش مشكل. اللي كيمارس العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج راه كيمارسها كعلاقات رضائيه. كثير من الحريات الفرديه حتى في الابداع الفني والجمالي المغاربه كيمارسوا، لكن رغم ذلك هناك شعور بانهم تحت المراقبه، بمعنى كنمارسوا حريتنا بحال لا هي حرية مصادرة، ولكن غير فوزيت طوليغي، يعني انتم غير كتسامح معكم السلطة فقط. وهذا هو الوضع اللي الحقوقيين بغاو يوضعوا له حد. علاش؟ لأن الحرية ما خصهاش تمارس تحت الخوف، وما خصهاش تمارس كما لو أنها حرية مؤقتة أو أنها حرية كتنتظرها أنواع من العقوبات. خاصها تكون حرية حقيقية. وباش نوليو في هذه الحرية الحقيقية اللي مارسوها المغاربة عن قناعة ويقدر كل مغربي يدافع عليها، خاصنا التناقضات بين القانون والواقع يزول، بمعنى خاصنا نعاودوا القوانين ديالنا باش تولي مطابقة لواقع الممارسة الفعلية ديال المغاربة. وهنا غادي نعطيك مثال في السلوك المضطرب ديال المغاربة. لما شي واحد كيشرب الشراب وكتلقاه مواظب على يشرب الشراب في البار الى غيره، وكتقول له كتشرب الشراب كذا، كيقول لك والله يعفو علينا، بمعنى هو كيشرب ولكن في نفس الوقت كينتظر شي عفو غادي يجيه من شي جهه، بينما هو كيشرب في العمق عن قناعه، لانه كيشعر بان هذيك لحظه انسانيه فيها المتعه، فيها اشياء كثيره اللي هو عنده ديبز وعنده حاجات لها. عوض ما يقتنع كيبقى كيشعر بوجود رقابة عليه، وباش يبرأ راسه من قدام هذيك الرقابة ديال المجتمع أو ديال السلطة كيقول ذاك الكلام ديال الله يعفو علينا، فهو نوع من محاولة وقاية نفسه من العقاب، لأنه كيحس أن ذيك الحرية ديالو ماشي محسومة، بل هي بحال لا مؤقتة أو مراقبة. إذا في رأيي
التناقض اللي عندنا بين القانون الجنائي والدستور، هذا خصو ينتهي الآن. يعني لاحظتوا بأنه في المدونة الجنائية للأسف النقاش اللي خضناه منذ 2015 إلى الآن في هذا الموضوع، وكان وزير العدل هو يعني وزير إخواني ذاك الوقت هو الراميد، للأسف القضايا اللي بغيناها تعدل في المدونة الجنائية تهربت من هذه الدولة وخرجتها من النقاش، وقالت هذه ما غاديش تغير، وجابوا لنا واحد المجموعة ديال المواد اللي هي فقط التعديلات، وقالوا أنها هي اللي غادي تناقش، بينما القضايا الجوهرية جعلوها خارج النقاش العمومي، والنقاش العمومي هذيك هي القضايا اللي كيبت فيها عمليا. أنا في رأيي أن السلطة ما خصهاش تهرب من واقع الناس ومن الواقع ديالها، خصها تواجهه. القضايا اللي في عمق النقاش العمومي هي اللي خصها تشملها التعديلات، ماشي نهربوا منها. وهذا التناقض بين القانون الجنائي اللي كيهضم الحريات الفرديه وبين الدستور اللي كيسمح بها، خصنا نردموا هذا هو ونخلقوا قانون جنائي مغربي اللي كيحمي الحريات ماشي اللي كيعاقب على الحريات. لان دابا القانون الجنائي ديالنا ما كيحميش الحريات بل كيعاقب عليها، كيعاقب على ممارسه الحريه، يعني وحتى الحريات اللي ماشي شغل الدوله اصلا، ماشي شغل الدولة. العلاقة الجنسية الرضائية لا دخل للدولة فيها، شرب الخمر أو كذا لا دخل للدولة فيه، الإيمان أو الاعتقاد أو عدم الإيمان والاعتقاد لا دخل، المثلية الجنسية هذا اختيار ديال وثقافة ديال نمط الحياة ديال الموالي لا دخل للدولة فيه. فلاحظنا بأنه الناس ولاو كيهرسوا البيبان ويدخلوا على الناس لدخل ديال الديور، شكون اللي كيشجع على هذه الهمجية؟ كتشجع عليه السلطة، لأن لو بغات السلطة تربي المجتمع باش يحترموا الناس بعضهم بعض كانت غتعمل هذه التربية، ولكن ما عملتهاش، ولا الهمج يعني المواطنين اللي ما مربينش على الحرية ولا ما كيحترموش الحدود ديالهم كيحترموش غيرهم، ولو كيخربوا كيضربوا بالحجر وكيخربوا الديور باش كيدخلوا ينتقموا من الناس فقط لأنهم كيعيشوا نمط حياة خاص بهم. فهذه قمة التخلف، والمسؤول الرئيسي هو السلطة. لأن في التجارب الناجحة في العالم، ونعطيك سنغافورة ونعطيك كوريا الجنوبية ونعطيك رواندا بوتسوانا، تجارب الناجحة وأمريكا الجنوبية، في 25 سنة السلطة كتصنع شعب آخر في ربع قرن، والطريقة ديالو معروفة وهي التعليم وتكثيف الخطاب الإعلامي التأطيري للمواطنين، وكتخلق وعي آخر مستنير ديال المواطنة الحق. في البداية ديال هذا الوباء ديال كوفيد كان هناك جوج ديال التيارات، واحد التيار متفائل كيقول بأن كوفيد غادي يمكن يجعل أن الدولة تولي حاضنة للمجتمع ويولي المجتمع متعاون مع الدولة، وتولي عندنا واحد العلاقة ديال تعاقد اجتماعي جديد. تيار المتشائم كيقول لا، في الغالب هاد الدول شمال افريقيا والشرق الاوسط غادي تستغل كوفيد باش تمارس مزيد من السلطوية، باش تشدد على السلطوية اكثر. بطبيعة الحال في ظروف الوباء شنو كيوقع؟ الناس كيتنازلوا على واحد القسط من حريتهم بسبب ظروف الوباء، ولكن على اساس يستعدوها من بعد. إلى السلطة كانت عندها أهداف غير نزيهة وغير سليمة، ما غاديش تخلي الناس يعاودوا يستردوا ذاك القسط من الحرية اللي تنزلوا عليه. ولهذا هذا كيتوقف الواقع على مسلسل الديمقراطة في كل بلد، واش هو غادي في اتجاه النجاح أو البلوكاج. حنا في المغرب كنعيشوا واحد تذبذب بين كنعملوا خطوة ثم كنترددوا، كنترجع واحد شوية عاود كنعملوا خطوة، كاين ارتباك، ما كاينش واحد الإصرار على المضي إلى الأمام بحزم وبثقة مازال، لأن باش يكون هذا خص يكون عندنا دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، وهذا مازال ما كاينش. بالنسبة لمستقبل المغرب في الحريات الفردية ومستقبل الجزائر وتونس، هو كنعتقد
بأنه مستقبل كيمشي مع اتجاه التاريخ. بالنسبة لي شخصيا كناشط حقوقي متفائل دائما، كنعتبر أن التاريخ لا يمكن أن يواجه، لأنه من يواجه اتجاه التاريخ بحال اللي كيواجه شو واحد العاصفة عاتية، ولهذا غادي يتعب بزاف وفي الاخر ما غاديش يوصل داكشي اللي بغا. انا كنشوف ان النضال من اجل الحريات الفرديه غادي في اتجاه دون لو سونس دو ليستوار، ولهذا بامكانيات ضئيله وبشويه الجهد كنحققوا مكتسبات، بينما التيار الاخر باموال كبيره جدا جايه من قطر، جايه من السعوديه، جايه من المحسنين ديالهم في الداخل وبالجماهير اللي كيجيشوا، ورغم ذلك كيتراجعوا وكيفشلوا. علاش؟ لانهم غاديين ضد التيار ديال التاريخ وديال الواقع. ولهذا بالنسبه للمستقبل غيكون افضل بالنسبه للحريات، الكثير من الطابوهات غادي تهرس وغادي تفتح للنقاش العمومي، وغادي يولي الشباب اكثر فهما لواحد العدد كبير للاشكاليات من الجيل السابق، وهذا بفضل مواقع التواصل الاجتماعي وبفضل الانترنت اللي الان فيه العديد من الامور اللي كانت كتخبى وكانوا حتى الفقهاء كيسكتوا عليها، الان اصبحت مشاعه ومتاحه لجميع الشباب، وهذا جعل واحد الحس نقدي كيتزاد عند الشباب كذلك، وجعل انه اصبح من الصعب انك ترد الناس الوصايا السابقه، اصبح صعب. وربما ما ضمننا كنهضروا في التنميه وكنهضروا في برنامج التنموي الى غير ذلك، ربما من اهم ما غادي يفهموه الناس هو العلاقه بين الحريه والتنميه، لان كانوا كيعتقدوا ان التنميه هي مجرد تقنيات، بينما التنميه تستهدف الانسان، والانسان وعي وحريه. ولهذا اللي كيعتقد ان التنميه معزوله عن الحريه واهم، راه لا يمكن ينجح شي برنامج تنموي، ولا يمكن ينجح مشروع ديمقراطي في اي بلد بدون حريات، لان الحريه كتجعل الفرد اكثر انتاجيه، وكتجعل المجموعه البشريه في كل دوله اكثر تفاؤل واكثر اقبال على الحياه. وغتلاحظوا واحد المساله مهمه جدا، وهذه هي اللي بغيت نختم بها، وهي العلاقه بين الحريه والسعاده. علاش الدول الاسلاميه ليست سعيده؟ علاش الدنمارك جات هي الاولى في 2019 في جوده الحياه وفي السعاده وفي كذا؟ علاش الامارات دايرين وزاره اسمها وزاره السعاده؟ لانهم ماشي سعداء، عندهم المال ولا يشعرون بالسعاده. ما يمكنش بلد اسلامي يشعروا فيه الناس بالسعاده، لان ما فيهش حريه. السعاده ماشي بالبترول، ماشي بالغنى، ماشي بالاموال، ماشي بالسلطه، ماشي بالتحكم في الناس. السعاده في ان تختار، انك تكون قادر تختار بوحدك نمط الحياه ديالك، لو مود دو في. pouvoir choisir son mode de vie. C'est ça le bonheur. هذا هو انك تكون سعيد، ان تكون انت هو انت. بينما حنا شنو كنديروا؟ كنعيشوا للاخرين. كل واحد فينا كيخاف من الاخرين، كيخاف من المجتمع، كيخاف من السلطه. دونك كتولي كتعيش للاخرين، ما كتعيش لراسك. اذا انت لست هو انت. بينما الحياه والسعاده هو ان تكون انت هو ذاتك.